بين طرفة عين وانتباهاتها، يغير الله من حال إلى حال. هذا ما حدث مع إيمان كرار التي خطت أولى خطواتها في أحد الملتقيات الرياضية بعد عجز دام 12 عاما. حلم ما كنت أتوقعه، بس الحمد لله أني جيت وتقابلت مع دكتور عماد. ف يعني أشياء ما هي كانت مرتبة نهائيا. مريضة تصلب لوحي من 12 سنة، عجزت عن الحركة، مشيت بالتدريج، أول على كرسي بعدين على مشاية وعلى عكاز، والآن أول خطواتي بإرادتي وبقوة رب العالمين. عشانها كده أنا والله أنا فرحانة جدا جدا، وأشكر كل واحد سعيدة في المشي. الحمد لله رب العالمين. من زمان ما شاء الله مشيتها زي العسكري، وتمشي وتمد وكله، بس بعد أبوها ما مات كانت برضه كانت شايلة المسؤولية، وتعبت بقى خلاص ما بقت تقدر تمشي. وفي مصادفة لم تكن عابرة، بل كانت بشارة خير، عندما لاحظ أحد الأطباء بصيص أمل في حالة إيمان. إيمان جاتنا بمشاية، تمام، فشفنا حالتها، فدخلنا أنا وهي في تحدي بأمانة يعني. فقلت لها تتحدينا أخليك تمشي من غير مشاية؟ قالت لي وتحداك، أنا لي 12 سنة أنا بمشي بمشاية. قلت لها طيب، بس زهمت الفريق الطبي التابع للفريق المسعف الرياضي. خطوة في خطوة في خطوة، الحمد لله الآن قامت تمشي بالعلاج الطبيعي يوميا بنسوي لها. واقفة مثل جبل طويق، زي ما وصفوا سمو ولي العهد عراب الرؤية، أنه ما يهزه ريح، وأنا إن شاء الله ما راح تهزني ريح طالما أنا على أرض آل سعود. قرار حضور إيمان إلى الملتقى كان مقدرا لها لترى تجلي حلمها بفضل من الله ثم مهارة طبيب أخلص في عمله. الإخبارية فدوى طبقاني، المدينة المنورة.